احنا في اوكازيون يا فندم، ايوه احنا في موسم طاعه، الحق. قل في نفسك لا يسبقني الى الله تعالى احد. صوموا يا جماعه. وبالنسبه بقى للسؤال السابع سالته، ده سؤال مهم في غايه الاهميه. هل ورد عن النبي، سيبك بقى من اللي قال وعاد، خلينا مع النبي مش كده برضه؟ صحيح. احنا قدوتنا النبي. أيوه. هل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ذي الحجه كامله؟ ما فيش 10، لان يوم العيد 10 ما فيش صيام، يحرم صيام يوم العيد. فهنقول صيام التسعة والفجر وليال عشر. أيوة. هو الليالي، ذكر الليالي. جميل. فتسع ايام 10 ليالي، الله يفتح على حضرتك. تمام. والصيام في التسعة لان العيد يحرم صوم يوم العيد. صحيح. هل ورد عن النبي بكل بساطة وصراحة اهو كل وضوح انه صام 9 ذي الحجة كاملة؟ لا. اي نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صام صيام 9 ذي الحجة كاملة. وخد الحديث، الحديث روته السيدة حفصة أم المؤمنين من حديث رواه النسائي وغيره بسند صحيح. قالت ستنا حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع، يعني يترك صيام 9 ذي الحجة. وروى لنا أحمد والنسائي وأبو داود التاسع من ذي الحجة، تسع يعني التسع على بعض يعني. يعني مش قصدها وقفة عرفة. لا مش وقت، مش لم يكن يدع صيام 9 ذي الحجة، 9 يعني 9 ايام. صحيح، صحيح 100%. خد الحديث الثاني، رواه احمد والنسائي وابو داود عن بعض امهات المؤمنين اربعا: ما كان يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، منها صيام 9 ذي الحجة. في بقى حديث عشان من باب الامانه ورد عن ستين عائشة عند البخاري عند مسلم، بتقول ايه؟ ما رايت رسول الله، ده الحديث اللي بيستدل بقى، ركز يا دعاء في الحته دي قوي. ستين عائشه بتقول ايه؟ ما رايت رسول الله صائما العشر قط. الله، اوضح لك اهو بقى. يبقى ستين حفصه اثبتت. طب ستين عائشه نفت. بس خدي بالك، ستين حفصه اثبتت ما رات، قالت ايه؟ لم يدع رسول الله صيام 9 ذي الحجه قط ابدا. طب ستين عائشه يا فندم ما نفتش الصيام. شوف اهل العلم بقى، الحافظ ابن حجر قال ايه؟ قال ما قالتش لم يصم، ما شفتش، ما رايته. الله يفتح عليك. كان النبي صام ولم تره الايام اللي نسبت سيده عائشه في العشره، في اللي رافقت فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيفطر فيها لمرض، لسفر، لعذر. فستين حفصه تكلمت عما رات، وستين عائشه تكلمت عما لم تره، عما نفت الرؤيه، ولكن لم تنف الصيام. سيدنا ابن حجر بقى قال كلام جميل قوي: اذا ورد عندنا حديثان، مفيش حديثين متعارضين، ظاهرهما التعارض، احدهما يثبت حديث حفصه والاخر ينفي حديث عائشه، قدمنا المثبت على النافي. ليه يا حافظ ابن حجر؟ قال لان من اثبت وصل اليه ما لم يصل الى النافي. وقال لك ان السيده شهدت لما رايته صائما العشر قط، ان مش هيصوم العشره لان طلع منهم يوم الايه؟ يعني يوم العيد صام. لا انا ما شفتوش صام، مش ومن معناه الصحابة ما صامش. ومن الصحابه اللي صاموا التسعه كامله عبد الله بن عمر وغيره كتير، وما تواتر من زمن يقول لك ايه؟ صيام التسعه، صيام حصل ولا صيام؟ طب ده كله بقى كان غلط. وبعدين عندنا حديث عمده يا فندم، سيبك من ده وده، ما من ايام العمل الايه؟ الصالح احب الى الله، والصيام افضل الاعمال الصالحه. حلوه قوي. سيب يا عم الناس تصوم، ابوس رجلك. سيب، احنا ما بنصدق الناس تصوم يا راجل. وبقول للستات اللي عليها، الست اللي عليها كان عليها عذر. أيوة. او الراجل اللي كان عنده مرض، احنا بنعمل كده، بنعوض. ايوه بنعوض في الايام دي، عوض في الايام دي بقى. سيدنا الشيخ عطيه صقر يا فندم قال اللي يصوم اللي فاته سواء رجال او نساء، اصل يقول لك اصل النيه. لا. فاحنا بنعوض في الايام دي. يبقى النيه رقم واحد، نيه التعويض او القضاء، وربنا اكرم ان يردك بقى. يعني التعويض والنيه كمان، ان انا الحق الايام في العمل الصالح في الايام دي، في ان انا اعمل ان انا بعمل عمل صالح اللي هو تعويض الايام كده في الايام دي، وفي الايام المباركه. خد بالك بقى، وصيام يوم عرفه، ركز، هنقف في حلقه لوحدها، صيام يوم عرفه يخرج من هذا الخلاف. طيب.